السلام عليكم، معكم نورة الشابي، انا ماما يوسف بجاج، مول هاشتاغ الحالي ديال هاشتاغ عداله يوسف. يوسف الله يرحمه خرج له 8 سبتمبر، كان غادي هو واحد الصديق ديالو بالموتور، تبعوهم مجموعه ديال الصقور، معاهم واحد السياره داسيا دوستر كحله، تبعوهم من جرده ود الضاويه، هذا باش نبريسيزي الحي التقدم، جيت من أسيما القشلة وهبطوا لحدا لسي مصطفى المعاني، تما كملوا المطاردة، الدراري دخلوا، الدراري خايفين لأن كان اللي عندهم الناس اللي كيقولوا علاش هربوا هاد الدراري، ربما شفارة، ربما هذا، حرام عليكم الناس، ما ننسى عليك راعيوا الأمهات، ويكون ولدي شفار سميتو، أنا ما بغيتوش يموت، يكون ولدي شفار، ما بغيتوش يموت، ما علينا. دخلوا في السكه تاع الترام هربانين خايفين، اللي خايف كيكون يتجه اي بلاصه، هربوا دخلوا، خرجوا من واحد البلاصه اخرى، تلقى لهم واحد رجل الامن نقز البارير، وهذا نقز البارير ودفعهم، كانوا واحدين اخرين صقور دراجين جوج، وكان واحد الناس في الطوموبيل كحله، ما عيطوا لي انا، مشيت تبعثو للوبيتال، كدامات كانوا ولدي تضرب لراسو موغ سيغي بغال، تضرب الحاجب ديالو مخيط، تضرب العنقو، تضرب الكتيف، كرشو لي زوغان كلشي مضروبين، مشاو ليه كلهم لي زوغان، مضروب في رجليه مخيطهم، الطاقم الطبي اللي كان مشرف على يوسف في المستعجلات في لاغية ريانيماسيون، قالوا لي لهاد الولد اشنو وقع من غير كسيده، لان ظنوا ربما كانت مضاربه ولا شي حاجه، الوغ كو هو الدري تضرب وملي تضرب وطاح، على ما سمعت هما عاودوا لي حيت انا ما كنتش، انا اتصلوا بيا ديجا، هو كان في مشى المستعجلات، قالوا لي بان هذاك رجل الامن بعد ما دفعوا طاح الولد في الارض وبقى كيشتف عليه، حتى الناس اللي هذا كيقولوا حشومه وكيقولوا لهم نوضوا راكم نتوما غير كتكذبوا، واحد مغمن عليه ولدي مشى، ماشي راه ولدي لو كان مسموح نوري الصوره ديالو، ولكن ما غاديش بالدم وسميتو غير مسموح انا تحط من نظره من نشوفها يبان لكم ولدي ميت، اشنو بقاو خدامين لي زوغان، لان واحد الولد شاب اللي عنده 21 عام لي زوغان بقاو، القلب ديالو بقى مقاوم، دار كسيدا نهار 8 وتوفى نهار 9 مع السونس، ولدي انا ملي دخلت لقيتو كيخرخر، انا حدي كنغوت ولدي كيموت، ولدي يوسف كيموت، هادشي لي المده دابا باش توفى ولدي شهرين، درت دي زانترفيو، كانوا خرجات اعلاميه، كانوا شافوني الناس بعض المنابر اخرين، وبقات غاديه القضيه، مهم في ولاية الأمن خدموا معايا بنزاهة بإنسانية بكل شيء، حتى البارح ول البارح دار واحد الهاشتاغ في فيسبوك تويتر انستغرام، الناس تكلموا بزاف، هاسميتو كون ولدي رجاوي لجرين، تكلموا على قضية ولدي، قضية ترام، وبغاو يعرفوا أن يوسف أخ ديالهم، بغاو يعرفوا مآل الملف كما بغيتو أنايا، أنا عطيتك ندائي سعادة الحموشي، وتجرأت ودرت نداء لجلالة الملك والحمد لله، وكنشكرهم من هذا المنبر أنهم استجابوا للنداءات ديالي، نتمنى الدعاء ولا سميتو ديك الناس اللي دعوا مع ولدي أن ربي يستجب، يبان الحق، يبان حق ولدي، أولا حق بدر، يعني واحد الشاب هو اللي تصاب واحد الكسور 5 الهرسات في الوجه ديالو، دار واحد العملية، كان كيلعب الرياضة والكرة، حاليا ما غيقدرش مازال يلعب، يعني ضاعت الكارير ديالو، مور الهاشتاغ سعادة الحموشي صيفط الناس ديالو، جاو لعندي باش طرقوا معايا في الموضوع، وشنو مطالب وشنو بغيت وعلاش هاد الضجة كاملة وهذا، والحمد لله كانت واحد استجابة قوية، لان في استجابه قويه لكونكم نتوما يعني تسمعي اليوم، هذه من وحده من الاستجابات اللي هاشتاغ سعاده الحموشي اتصل بيا دوا معايا في التليفون، ماشي اتصل بيا شخصيا ولكن ماشي في التليفون ديالي، دوا معايا في مكالمه، قال لي اعتبريني خوك وهذا شرف ليا،
هادو هما الناس علاش انا ناديت ودرت النداءات ديالي وطلبت منه انه يدخل لان معروف بالنزاهه ديالو. هادشي انا على طلبت سعاده الحموشي والحمد لله البن النداء ديالي وان شاء الله يكون خير. ولدي بالضربه ديالو موسى غيبغال لي زورغان اللي بقاو خدامين، القلب ديالو اللي بقى خدام، داروا ليه لي زاباغي تنفس اصطناعي وحاولوا في الاول ولكن موسي غيبغال لان ولدي كيخرخر تخرخير جوج تخرخيرات اللي حضرت ليهم انا فقط. داروا اسعاف داروا جهدهم وجراو وحاولوا داروا محاولات ولكن مشيئه الله كانت اكبر والحمد لله بمشيئه الله. ولدي عنده دبلوم ليليكتريسيتي باتيمون كانو كيخدم اون اتوندون انه زعما كيدفع لي سي في ديالو، راه كتعرف الخدمه فسيرتو مع هاد الجائحه ديال كوفيد الدراري بزاف الميم اللي خدامين راه لي بوست ديالهم ما بقاوش. كان مسكين كيتسنى الخدمه ديالو، دار تلقيح دار اللقاح قال لك حتى الا عيط عليا شي حد حيت كان كيحط لي سي في ديالو، دار اللقاح حتى قال لك الا عيط لي شي حد يكون انا موجود. ضعت في السند ديالي، ضعت في واحد الشجره اللي من 6 سنين كوني طلقت به هو عنده 6 سنين وكنت كنسنى واحد الشجره الثمار ديالها. ربينا داك الولد ربيته انا وامي، امي وبا الله يرحمو خوتي وبغيناه. انا ما غاديش ندير، انا وربيت واحد الولد باش يوقف معايا باش يعمر ليا كتافي، واحد النبته اللي كما قلت من قبل زرعت النبته وبقيت نسقي بها. بشويه بشويه جا واحد حشها، علاش شهرين هادي وانا كنقول علاش، والحمد لله بدا كيبان لي الضوء من خلال هادشي اللي وقع لي اليوم ومن خلال الناس اللي شفت في الفرقه الوطنيه وكيفاش تعمقوا في البحث من جديد من غير البحث ديال الولايه ديال الام. وغادي يكون ان شاء الله خير، ان شاء الله غادي يكون خير. ولدي كنشوف في الحيوط شي هاد لي هاشتاغ اللي كدار اللي درتو نتوما الشباب وداروه الناس وداروه هكا كنشوف ولدي. انا هادو كلشي اللي شفتو في لاباج فيسبوك ديالي راه كنت جالسه في الدار، راه كنخرج الا للضروره الا كان شي حاجه اللي كنخرج. كيبان لينا في الحيوط، كيبان لينا هذا داخل كما قلت لكم الخاميه هادو لي ديتاي الصغار، الخاميه اللي هزيت راسك تبقى ما راكباش مزيان هو اللي كان كيركبها، هو الراجل ديال الدار، ولدي هو الراجل ديال الدار. يا ربي امين يا ربي امين، الله ياخذ حقه ولدي، الله يرحمه والله يرضي عليه. انا هادشي كله بغيت ما عرفتش، يا ريت كان شي عوض لولدي. الحمد لله الحمد.